السلام عليكم. شرح سريع عن طريقة عزل المعادن الغير مرغوب فيها بأي إيكونوكس الكان. تجي بالإعدادات تروح على خيار السهم اللي هو هذا. طبعا هذه الأرقام السالبة هي أرقام الحديد. شوف هنا السهم قاعد يطلع. أريد ألغي الرقم 6. أضغط عليه صح اللغة. أضغط عليه صح اللغة. أضغط عليه صح اللغة. لغيت من 6 إلى 8. أريد ألغي أكثر. هاي شوف استخدم الزائد والناقص. تلغي أو ترجع. مثلا أريد أرجع الرقم. هاي رجعنا اللي لغيناه. طبعا الإلغاء يكون على حسب احتياجك للإلغاء. وإذا كملت تضغط بحث خلاص. أو إذا تريد تلغي الحديد أو ترجع الحديد هم سألت هذا السؤال. هسه شغال على جميع المعادن بالحالة اللغة الحديد. الأفضل دائما يكون الحديد ملغي في الإيكونوكس. طبعا بغض النظر عن الرقم كل الأجهزة نفس الطريقة وكلهم نفس الإعدادات. وشكرا لكم.